مساء العزيمة والإرادة، مساء القوة والشجاعة، مساء النصر، مساء الأمل عليكم أعزائي المشاهدين. تحياتي ليكم ولقاء متجدد وحلقة جديدة مميزة من برنامجكم طاقة أمل. مساء الخير عليكي سماح، في يوم جديد من شهر النصر، شهر الانتصار، شهر أكتوبر المجيد. مساء الخير عليك يا أمل، أهلا بيكي. ومساء النصر أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. ويوم جديد وطاقة أمل جديدة في انتصارات أكتوبر 73 إن شاء الله. ولكن النهاردة هيكون بطعم السمسمية، طعم مختلف. ونشوف. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين. إحنا استكمالا للحلقة اللي فاتت من برنامج طاقة أمل كنا بنتكلم عن انتصارات أكتوبر، وطبعا مهما نقول يعني مش كفاية. النهاردة الحلقة اللي فاتت اتكلمنا وكان ضيف الكريم كان من مقاتلين حرب أكتوبر، وكان خاض الحرب، وطبعا يعني بالمدفع والرشاش، ولكن كان في حرب أخرى ساهمت كتير في انتصار أكتوبر لازم يعني نلقي الضوء عليها، وهي حرب الفن، حرب ساهم في نجاح أكتوبر بالغنى الشعبي، بالغنى الوطني. كنا ازاي بنحمس جنودنا علشان نلهب مشاعرهم ويقاوموا، وخصوصا في فترة حرب الاستنزاف كانت من اهم يعني المواقف اللي مرت من خلال الغنى او الطرب الشعبي علشان نخوض حرب اكتوبر وننتصر فيه. اكيد يا امل، اكيد يا امل. احنا من ايام الفراعنة واحنا بنشيد بانتصارات الجيش بتاعنا. من ايام الفراعنة كان في نشيد بيقولوه وطني، الفراعنة كانوا بيقولوا المصريين في استقبال أحمس بعد هزيمة الهكسوس، كانوا بيقولوا إيه؟ هذا الجيش عاد منتصر، هذا البطل له الخلود. ومن وقتها والفن التصق بالجيش بالانتصارات أكيد طبعا، بكل مناسبة احنا العظيم طبيعي. وتألق من وقتها وفضل بقى الفنون الشعبية بآلاتها وبلهجاتها وكل حاجة فيها. فهنشوف النهارده بقى. طبعا كان كل محافظه من محافظاتنا كان ليها طريقه للتعبير عن الفن الشعبي لحماسه الجيش في فتره الحرب تحديدا. طبعا كان مميز جدا المنطقه الساحليه اللي هو بورسعيد والقناه الاسماعيليه والسويس، دي كانت منطقه مميزه بحاجه جديده كان اسمها السمسميه. طبعا يسعدني ويشرفني النهارده يكون معايا ضيفي عاشق السمسميه الاستاذ احمد خلف. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، نورتنا واسعدتنا. الله يكرمك. اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايز اسال حضرتك، ايه بدايه او يعني السمسميه دي تاريخها ايه، او هي اله منين، او وجدت ازاي؟ السمسميه اله فرعونيه. تمام. وطبعا جدران المعابد شاهد على ذلك لانها محفوره على جدران المعابد وموجوده في اقليم البحر الاحمر كله. تمام. السمسميه موجوده في اليمن، موجوده في الاردن، موجوده في السعوديه في ينبع، موجوده في اماكن كتير من مصر، لكن هي التصقت بمدن القناه بورسعيد والسويس والاسماعيليه، لان هي كان ليها دور فعال لا يقل اهميه عن دور البندقيه في فتره الاستنزاف من 67 ل 73. أكيد. أكيد. كانوا بيغنوا عليها الاغاني الحماسيه اللي تلهب مشاعر الجنود، زي غني يا سمسميه الرصاص البندقي. لا مش هينفع نقولها كده، لازم نسمعها طبعا حضرتك الاول عشان نستعيد بيها هذه الامجاد العظيمه اللي حصلت في تاريخ ال 73. اتفضل نسمع حضرتك. اتفضل نسمع. Thank you.
سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل ايد قوية حضنا جنودها المدافع، غني للجنود سمعين وعلي ومحمود، غني للجنود سمعين وعلي ومحمود، والباعي لاجل يعود ومعاه النصر هدية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل ايد قوية حضنا جنودها المدافع، غني لكل دارس في الجامعة والمدارس، غني لكل دارس في الجامعة والمدارس، لمجد بلاده حارس من غدر الصهيونية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل ايد قوية حضنا جنودها المدافع، غني للمدافع واللي وراها بيدافع، غني للمدافع واللي وراها بيدافع، ووصي عبد الشافع يضرب بالطلقة مية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل ايد قوية حضنا جنودها المدافع، غني لكل عامل في الريف وفي المعامل، غني لكل عامل في الريف وفي المعامل، بيأدي الواجب كامل اديله وردة هدية، غني وتمسني رصاص البندقية، غني ودق الجلاجل مطرح ضرب الأنابل، غني ودق الجلاجل مطرح ضرب الأنابل، راح تطرح السنابل وحيبقى آخرها ليا، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، غني يا سمسمية لرصاص البندقية، والكل ايد قوية حضنا جنودها المدافع. الله عليك، الله تسلم. عايزة كنت أعرف بقى الفرق الموسيقية اللي هي الفرق المقاومة الشعبية ازاي طلعت معاها اللي هي الموسيقى، الفرق الموسيقية ازاي اتولدت من رحم اللي هي المقاومة الشعبية، ازاي حصل كده؟ يعني ازاي ارتبطنا بالمقاومة الشعبية عن طريق الأغاني والحاجات دي، وعرفنا كمان ان هي الأغاني كانت بتحكي عن المواقف في الحروب وكده، كنا عايزين نعرف أكتر عن الموضوع ده. السمسمية ليها روح جميلة قوي. الفدائيين وأولاد المقاومة الشعبية في وخاصة في مدن القناة لما كانوا بيغنوا الأغاني الحماسية دي كانت بتلهب مشاعرهم، وكانوا بيقوموا يعملوا عمليات فدائية بعد ما بيسهروا ويغنوا الأغاني الوطنية دي، وكانوا مؤلفين الأغاني للسمسمية تلقائيين، يعني يألف الأغنية ويغنيها وينغمها وبيحكي عن المواقف اللي وبيحكي بتحصل عن المواقف اللي بتحصل. وعلى هدير المدافع علي الأذان علي، كبر واملى المسامع ضربة في العدو ما تخلي، على هدير المدافع علي الأذان علي. الله. وعلى أنغام السمسمية وصوت المدافع، جوه المصنع ايد شغالة وجيوشنا بتدافع، عمل دوار والحرب أسود، نمشي ونحرر أراضينا، ما نخافش نموت نضرب وندمر قاعدين. كل ده كان وصف للي بيحصل أثناء المعركة. ارتبط السمسمية بالقنال، والقنال أساس المقاومة الشعبية، يعني أكتر ناس كانوا بيبقوا ضد الاحتلال ودايما كانوا بيقفوا ضد أي عدو دخيل عليهم، هم مشهورين بكده. هي شعوب البلاد دي، شعب بورسعيد، شعب السويس، شعب اسماعيلية، مصريين فيهم حماسة المصريين اللي موجودة في المصريين وغيرة المصريين، لكن علشان البلاد دي تعتبر من البوابات اللي يدخل منها اي عدوان على مصر. هم كانوا في بداية المقدمة في اي عدوان، كانوا هم
اللي دايما هم اللي في بس انا عايز اسال حضرتك ان حضرتك قلت اسماء، هي الاسماء دي مرتبطه يعني كان الاسماء حضرتك قلتها في الاغنيه عملوا عمليات فدائيه او كانوا هم فعلا معروفين ولا هي هي مجرد ارتجال بس يعني كان لا عملوا تمام. عمليات فدائيه يعني الاسماء دي فعلا مخلده بالسمسميه اه وتعرفي اكتر بقى تمام. من المؤرخين بتوع البلاد دي لان هم في منهم اللي عاصرهم وعاش معاهم وشافهم سمعهم اشترك معاهم في اللي اتحكى له عنهم كده طب لا نسمع تاني بقى احنا يعني عايزين النهارده نستمتع مع حضرتك ونستمتع مع الجمهور بشكل جديد خمسة يونيو كنت يا مصر بريئة ستة اكتوبر قالت الحقيقة في خمسة يونيو كنت يا مصر بريئة ستة اكتوبر قالت الحقيقة كنت يا مصر في خمسة يونيو بريئة كنت يا مصر في خمسة يونيو بريئة صدر الأمر بسرعة قوام عدينا عدينا وستر الرمل تسلقنا بايدينا بايدينا صدر الامر بسرعه قوام عدينا عدينا وستر الرمل تسلقنا بايدينا بايدينا وعلم النصر بيرفرف فوق سينا علم النصر بيرفرف فوق سينا وكان الجيش خطواته بريئه ستة اكتوبر قالت الحقيقة يوم السبت ابتدأت المعارك يوم الحد الكل كان بيشارك يوم السبت ابتدأت المعارك يوم الحد الكل كان بيشارك من أول يوم وربنا بيبارك من أول يوم وربنا بيبارك وكان الجيش خطواته جريئة ستة أكتوبر قالت الحقيقة مهمناش تخويفه عدينا وهدينا كل دوشمبر ليفه هدينا عدينا ومهمناش تخويفه عدينا وهدينا كل دوشمبر ليفه هدينا ومحينا اشعاعاته وتزييفه ومحينا اشعاعاته وتزييفه وكان الجيش خطواته جريئة ستة أكتوبر قالت الحقيقة في خمسة يونيو كنت يا مصر بريئة ستة أكتوبر قالت الحقيقة كنت يا مصر في خمسة يونيو بريئة كنت يا مصر تسلم أنا بس عايزة أعرف هو كان في ناس متخصصة في كتابة الأغاني للسمسمية وعايزة أعرف ليه السمسمية تحديدا مرتبطة جدا بنصر أكتوبر يعني أنا الآلة الوحيدة اللي مرتبطة فعلا بنصر أكتوبر الآلة الوحيدة اللي اجتمع عليها كل فئات الشعب من 67 ل 73 كل فئات الشعب كانت بتسمع سمسمية ولما يشوفوا السمسمية لحد النهاردة بيبقوا سعداء جدا لا هي ارتبطت بالحرب ليه؟ ليش معنى الآلة دي اللي مرتبطة بالحرب؟ عشان هي غنت للحرب كتير غنت آه كانت غنت متخصصة للشهيد في غنت للشهيد غنت لرصاص البندقية غنت للمدافع غنت ان احنا لا كان ليها دور فعال فعلا انا اعتقد في حرب الاستنزاف ان فعلا كان ليها دور كبير جدا جدا في حماسه الجنود وكان يعني لهب مشاعرهم وتأجيج مشاعرهم ناحيه ان هم يعملوا عمليات فدائيه زي ما حضرتك قلت اعتقد فهي كان ليها دور كبير جدا وكانوا اعتقد الجنود نفسهم كانوا بيقعدوا يعزفوها
ايوه اتعمل في فيلم العمر علشان لحظه كده ولا ايه؟ ممكن يكون لقطه عشان هي فيه. خفيفه عايزه العمر يعني لحظه. مكوناتها مش كبير يعني، مش عايزه حاجه مش ضخمه يعني، حاجه خفيفه كده ممكن تبقى مع الجنود يعني ترفيه ليهم حاجات فعلا زي كده، فعلا ممكن ده يكون سبب فعلا رئيسي انا عملت للموضوع ده. سمسميه بالمجهود الذاتي، لقيت شويه خشب كده قدام وانا في الجيش، اخدتهم وبالسكينه بتاعت المطبخ فضلت لحد ما نحت سمسميه سهلة، وعملت سمسميه. صناعتها سهلة يعني. لا صناعتها مش سهله، بس الحاجه ام الاختراع. انا كنت محتاج طبعا لان كنت في بتحبها. الجبل، كنت في الجيش، ايوه ولما عملت سمسميه طلعت سمسميه جميله جدا وصوتها حلو قوي. والله طبعا الله. اول يعني المحيطين بيا القريبين هم الجنود زمايلي، لما سمعهم بداوا يتناقلوا الكلام، وصل الكلام للمعلم للقائد، القائد نده عليا وقال لي سمعني. لما سمعته بقى كل ما يجي لنا تفتيش من القياده العليا يقول لي جهز السمسميه عشان والله عندنا تفتيش. كانت بالنسبه لكم وسيله وسيله ترفيه، لان طبعا يعني ايام في هذا الوقت ما كانش فيه ترفيه، ما كانش فيه وسائل ترفيهيه، ما كانش فيه برضو التلفزيون كان برضو محدود قوي، ايوه فاكيد هذه كانت وسيله من وسائل الترفيه للجنود، مش كده يا سماح؟ ولا اكيد. ما كانش اكيد فيه غيرها اعتقد، هي هي عشان خفيفه سهله. اصلا سهله، وزي ما قال ان هو كونها من يعني من حاجات بسيطه من لا شيء. وعملها عشان هو غاوي وعاشق عاشق للسمسميه. عاشق والله انا مستمتعه بحضرتك جدا جدا، ويهمني يعني نستمتع مع ايوه، حضرتك عايزين كمان، نسمع والساده اغاني المشاهدين حلوه كمان منك. يستمتعوا ويسترجعوا هذه الروح العظيمه اللي بالظبط احنا حاسينها. يعني انا نفسي وانا قاعده مع حضرتك انا يعني متخيله احساسك كان عامل ازاي، احساس الجنود كان عامل ازاي في التوقيت وما بيسمعوا السمسميه. فطبعا يسعدنا نكمل نستمتع مع عايزين حضرتك وانا تاني. كمان مبسوط جدا لا عشان تحت عارف ان امر، في ناس من حبايبي قاعدين دلوقتي وبيسمعوني، اكيد مبسوط جدا بيهم زي ما اكون انا شايفهم قدامي ويسترجعوا احساس دلوقتي. اكتوبر كمان ايوه يعني، طبعا ان شاء الله. اكيد نسترجع الاحساس الجميل ممكن ده. نقول، ممكن نقول يا بيوت السويس. طبعا الله. دي من اهم الاغاني اكيد اعتقد اللي اتغنت على السمسميه، هي اشهر اغنيه بيوت السويس مش كده؟ استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. يلا يا بلدية شمر دراعاتك والدنيا هي، هلا 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 يلا يا بلدية شمر دراعاتك والدنيا هي، وباعوا العمر في سوق المنية، رفاجة حنروح السوق نجيبه ونعود ونغني عالسمسمية، ليكي يا مدينتي ياللي صمتي يا بيوت اي والله، يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني، استشهد والله ويجي التاني فداكي وفدا اهلي وبنياني، هموت يا صاحبي قوم خد مكاني، دي بلدنا حالفه ما تعيش غير حر، هموت يا صاحبي قوم خد مكاني، دي بلدنا حالفه ما تعيش غير حر، قفلت بيتي وسكت دكاني
يا شطي وبحري وشبكي وسفنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس أي والله يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس والله بكره يا عم ابو ريا رح نضحك واحنا ماشيين سوية والله بكره يا عم ابو ريا رح نضحك واحنا ماشيين سوية علينا ولا عند الزيتية وحتاخد بنتك وابنك ومراتك وتعدوا على نفس المعدية ونقول يا دنيا والله وصدقتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس أي والله بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي استشهد تحتك وتعيشي انتي يا بيوت ما شاء الله. هقول لحضرتك انا بجد والله انا نفسي يعني وانا بسمعها قد ايه احساسي متغير تماما بجد. فانا اعتقد ان مش الجنود بس كانوا بيتحمسوا ومشاعرهم تؤجج ولا ده انا الشعب كله الشعب اعتقد كله. كان يعني كل الشعب كان بيحارب ولو في بقى مجموعه بتسقف وبتطبل وكده بتعرف وتتفرج ما بقول حضرتك لا الشعب كله كان بيحارب وبيسمع الاغاني دي بيتحمس وبيقف جنب جيشه وبيبقى يعني مش قادره اقول لك بقى انا مش عارفه اقول لحضرتك طبعا انا كان نفسي نكمل بس للاسف وقت البرنامج خلص فانا سعيد حضرتك جدا 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 وبجد والله حلقه مميزه وجميله وانا مبسوطه ان حضرتك معانا ميرسي لذوقك جدا انك جيت معانا النهارده شرفتنا وجاي من بعيد كمان فكتر الف خيرك انك امتعتنا ومتشكرين جدا ميرسي جدا لوجودك معانا واحنا مبسوطين جدا والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله من طاقه امل ودايما يا رب رايتك مرفوعه وفي انتصارك دايما يا بلدي والى اللقاء اعزائي المشاهدين خلصت حلقتنا النهارده تحياتي ليكم وان شاء الله في لقاءات متجدده استنونا الاسبوع الجاي ان شاء الله لحد اللي جاي الساعه 2 الظهر تحياتي ليكم دمتم في امان الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.